أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاكل التي يمر بها الناس نوعان، نوع قابل للحل ونوع عصي على الحل. المشكلة التي تقبل الحلول لا يجوز إهمالها حتى تتراكم، اهجم عليها وحاول أن تحلها. أما المشاكل التي لا تقبل الحل فاتركها للزمن. هذه الكلمة المعروفة، أفضل طريقة للدفاع هو الهجوم، صحيح بالنسبة للمشاكل. أولا، حاول الوقاية، يعني اجعل الوقاية سياستك في حياتك، سواء الوقاية من الأمراض أو الوقاية من المشاكل أو الوقاية حتى من العدو. ثانيا، إذا وقعت المشكلة فاهجم عليها مباشرة وحاول أن تحلها في أقرب وقت ممكن، لأن المشاكل بمرور الزمن تكبر. الزمن ليس دائما كفيلا بحل المشاكل. نعم، بعض المشاكل يحلها الزمن ولكن ليس كلها، وهي مبينة واضحة، مثل مشاكل الطفل ما دام هو طفل. اصبر عليه يوم اللي يكبر ما يتصرف تصرف طفولي، يتعقل. لكن بعض المشاكل لا، أو أغلبها ليست من النوع الذي يحلها الزمن. انظروا، الإنسان يحتاج إلى أعضاء بدنه، لماذا؟ لأنه يقضي بها حاجاته ويحل بها مشاكله، فهي غالية عليه. بس إذا هذا العضو هو صار مشكلة، شو لازم يسوي؟ لازم تقطع. بعض الذين يصابون، من الذين يعانون من الأمراض السكري، يعاني من آلام في أصابع رجليه ومن ثم من فساد لحم العضو هذا. الأطباء يقولون بسرعة اقطع هذا العضو، اقطع هذا الأصبع، ولازم تقطع من الركبة. رجلك كنت تحل مشاكلك برجلك، لكن هي أصبحت مشكلة، اقضى عليها لا سمح الله. إذا تحول أي عضو من أعضاء الإنسان إلى مشكلة، المطلوب حينئذ قطع ذلك العضو. مثلا، الله تعالى خلق في الإنسان اللوزة، هذه اللوزتين اللي في البلعوم، لماذا؟ لمنع دخول البكتيريا الضارة والميكروبات إلى معدة الإنسان، يعني إلى الحلق ومن ثم إلى جوف الإنسان. لكن أحيانا هذه اللوزة تتحول إلى مركز تتجمع فيها البكتيريا والميكروبات، وتكون لوزة ملتهبة دائما، فلا يكون هنالك حل إلا إجراء عملية جراحية لإزالتها. كما في أعضاء الجسم كذلك في الحياة، فكل ما يصبح مشكلة فلا بد من إزالته، مهما كان شيئا ثمينا غاليا نافعا. وهذا ما يحدث أحيانا في العلاقات الزوجية. أحيانا العلاقة الزوجية هي لسعادة الإنسان، لرفاهية الإنسان، للذة، للراحة، لتكوين أسرة، لكن أحيانا هاي العلاقات الزوجية هي تصير مشكلة، تتحول إلى جحيم للزوجين، فلا يكون هنالك حل إلا بالطلاق. وهكذا، فإن علينا دائما الهجوم على مركز المشكلة ومحور المشكلة ولب المشكلة. وهذا ما تعلمنا إياه القصة التالية. في صومعة مهمة من الصوامع،
كان المسؤول الكبير وتلامذته قد قسموا إدارة الصومعة فيما بينهم، وكانوا مرتاحين إلى ذلك، إلى أن مات الحارس الخاص. وكان الحارس الخاص له مقام معين، مو مجرد حارس، يعني منصبه كان منصب مهم. فأخذ المسؤول الكبير مكانه إلى حين تعيين حارس جديد في موقعه. بعد أسبوع هذا المسؤول في الصومعة جمع تلامذته في قاعة كبيرة وقال لهم: سوف أطرح عليكم سؤالا محددا، وأول شخص يجيب على هذا السؤال بشكل صحيح راح يكون هو الحارس المخصوص، يحتل هذا الموقع. ثم تقدم إلى طاولة كانت في وسط القاعة وفرش عليها قطعة قماش، ثم وضع على قطعة القماش كأسا يابانيا غالي الثمن وقال: هذا هو سؤالي، وعاد إلى مكانه ينتظر الجواب. ما قالش، جاب كأس فارغ غالي الثمن جدا ووضعه على قطعة قماش على طاولة وراح قعد. جاوبون. أخذ التلاميذ يدققون النظر في الكأس وما فيها من النقوش والزخارف والألوان، كل واحد من عندهم قام يسأل: أي معنى يمكن أن يكون لهذا الكأس؟ هل السؤال كان في الكأس نفسه أم في نقوشه أم في سعره أم في ماذا؟ وبينما كان الطلاب يفكرون في معنى السؤال، وإذا بأحدهم قام من مكانه، تقدم في خطوات ثابتة نحو الكأس وضربه بيده ضربة قوية أطاحت به على الأرض وحولته إلى رذاذ. كسر الكأس وقال لأستاذه: سيدي، هذا هو الجواب. فقال له المسؤول الكبير: أحسنت، فعلا هذا هو الجواب، فأنت الحارس الجديد. وأمام دهشة الحاضرين، عجيب، كسر كأس غالي وقال هذا هو الجواب، وذا قبل من عنده وعين حارس. المسؤول شرح الموضوع، قال إن هذا الكأس كان غالي الثمن فعلا، فهو من الهدايا التي حصلت عليها صومعتنا من أحد الأثرياء الكبار في اليابان، وكان كما رأيتم ذات نقوش متميزة، لكنه الآن تحول بالنسبة إليكم إلى مشكلة. هو صار مشكلة الكأس، ولم يكن مهما أنه كان جميلا وغاليا، المهم المشكلة هذه لابد من إزالتها وحلها، لابد أن تزال بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت المشكلة عضو من جسمك أنت تقطع هذا العضو. إذا كان مال في البنك وصار مشكلة عليك تتخلص من عنده، حتى لو كان حب لامرأة وصار مشكلة عليك تترك تلك المرأة، لو كان طريق إلى هدف، كل شيء يتحول إلى مشكلة فلا بد من التخلص منه، لأن ذلك يؤدي إلى الارتياح فكري وعملي. ترتاح يوم اللي ما تحل المشكلة، لكن القضاء على المشكلة له طريق واحد لا غير، وهو الهجوم المباشر على المشكلة، وهذا ما فعله صاحبكم، ولهذا يستحق أن يكون هو الحارس الجديد. نقرأ هذا الحل في قول الإمام علي سلام الله عليه في مقارعة الأعداء، يقول: أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. ويمكن الاستفادة من في كل مفاصل الحياة، المشاكل التي تقبل الحل لا تتأخر في حلها، والمشكلة التي لا تقبل الحل اتركها للزمن ولا تفكر فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.